واختلفوا في الحائض. ولماذا فرقوا بين الجنب والحائض؟ قالوا الجنب يستطيع أن يزيل جنابته، هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فليس في أيديهم، لو اغتسلت الحائض لا تطهر من حيضها، لو اغتسلت النفساء لا تطهر من نفاسها. قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت، خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن، خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى 40 يوما، طيب فتمنع من قراءة القرآن خلال، هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن؟ خاصة بعد إذا كانت طالبة تدرس أو كذا، حائض مثلا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شيخ ابن تيمية أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء، وإنما الذي يمنع الجنب، الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن، أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها، لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. نعم.